الدين ليس له علاقة بغرفة النوم ولا جوه جدران البيوت ولا بالطبيخ، دي علاقات إنسانية مع بعض. أنت بتجيد شيء وهي بتجيد شيء آخر، هي بتشتغل معاك وأنت بتشتغل، لو هي ما بتشتغلش هي بتقوم بأعمال البيت كلها، بتشتغل وبترجع، أنت بتيجي بدري شوية بتجهز. أنا ضد فكرة أن يتدخل الدين في كل مناحي الحياة، معطل لحركة الحياة بامتياز، ومعطل السياحة، ومعطل علاقة المرأة بالرجل. وأنا سألتهم مال الدين ومال الشريعة بالعلاقة بين الرجل والمرأة، مال ومال الطبيخ، مال ومال الولادة، مال ومال ترتيب الحياة داخل البيت. هذه مسألة تستمد من العادات ومن التقاليد ومن التعامل بين الرجل والمرأة أو بالتوافق العرف.